طيب تفضل يا حبيبي. استدلال المسألة 57، عموم الصوت النقل عن المستفيضة أو العدين بهما هو بنقل عبد عن حكم الحاكم. وجه عموم الصوت سائر البلاد في الصورة المذكورة هو أن نقل ثبوته فيها معتبر من باب الخبر لا من باب الشهادة. شوف هيفرق بين إيه؟ بين الخبر وبين إيه؟ بين الشهادة أهو. قال ابن رشد: فإن رأى الهلال الجمع الغفير أو ثبت عند الإمام بشهادة شاهدين فأمر بصيامه وجب الصيام على كل من بلغه ذلك، لنقل الواحد العدل من باب قبول خبر واحد لا من باب الشهادة. وما رجحه المصنف رحمه الله من أن نقل العدل الواحد يكفي ويعم به الصوم إذا كان عن حكم الحاكم بثبوته بالعدلين أو بالمستفيضة معلم عند أهل المذهب بأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. الله قال ابن أبي زيد رحمه الله: خلي بالكم يا شيخ، يعني كلمة نقل الخبر الواحد عن حكم الحاكم، عن حكم الايه الحاكم، لا نقله عن شخص رأى، الشخص الواحد الذي رأى، غير الشخص الواحد ده إذا رأى لا نأخذ برأيه إلا إذا كان حكم به الحاكم، لو حتى حاكم يخالفنا في المذهب. لكن إذا نقل الخبر حاكم حكم كذا، أنا نقلت الخبر لوحدي، هذا يكفي ما دام الحكم ثبت عن طريق الايه الحاكم. نعم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأخبرت عن أحمد بن ميسر الإسكندراني أنه قال: إذا أخبرك عبد أن الهلال قد ثبت عند الإمام وأمر بالصيام أو نقل ذلك أو نقل ذلك إليك عن بلد آخر أو نقل ذلك إليك عن بلد آخر لزمك العمل على خبره من باب قبول الخبر الصادق لا من باب الشهادة. قال أبو محمد: كما أن الرجل ينقل إلى أهله أو ابنته البكر مثل ذلك، إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك، فيلزمهم تبييت الصوم بقوله. وقد ذكر الرجراجي خلاف أهل المذهب في قبول خبر واحد في هذه الصورة وعدم قبوله، ثم قال: وسبب الخلاف طريقه طريق الشهادة أو طريقه طريق الخبر، ومن قال إنه أخبر عن خبر غيره ومع ذلك يجب العمل بالمقتضاه يستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يا سلام، فكلوا واشربوا حتى ينادي إيه؟ ده رجل أعمى، رجل أعمى، ومع ذلك كل الصحابة لازم يأكلوا ويشربوا على أذان بلال لغاية ما يأذن مين؟ ابن أم مكتوم. إذن يعني عدل واحد أهو، عدل واحد، وبعدين كان لا يؤذن إلا إذا قيل له، يعني أصبحت يعني لازم غيره يقول له إيه، خلاص الفجر طلع يا ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، وهذا ابن أم مكتوم يخبر عما أخبره به غيره. أي أخبره بغير، يعني الناس اللي قالوا له طلع الفجر. نعم. ومع ذلك يجب علينا الإمساك بخبره، فلا فرق بين خبر وخبر إذا كان المخبر عدلا. والتعليل المذكور عن عموم الصوم في المستفيضة أو بالعدلين يشير إليه ما ذكره المصنف رحمه الله من أن ما تقتضيه القواعد الشرعية أن كل من بلغه حكم عن عدلين أو عن ناقل عنهما بشرطه وجب العمل به. ده كلام الشيخ الدرديد يعني. نعم. طيب، وعلى العدل والمرجو الرفع للحاكم، العدل إذا رأى والشخص المرجو قبول خبره عليه أن يرفع، يقول أنا رأيت الهلال. طيب، فإن أفطر فالقضاء والكفارة، صاحبنا اللي رأى الهلال والحاكم لم يأخذ بقوله،
صاحبنا قال إذا كانت كل الناس مش صايمة مش معنى أن لها صوم فأفطر، قول أنت عليك القضاء والإيه؟ القضاء والكفارة. شوف لذلك قال الشيخ هو ويجب على العدل وأولى العدلين إذا رأى الهلال وعلى المرجو القبول الرفع للإيه؟ للحاكم، أي تبليغه أنه رآه ولو علم المرجو جرحة نفسه. يعني شخص عالم أن الناس في قصور لكن رأى الهلال عليه أن يذكر هذا للحاكم لعله أن يأتي آخرون يقوي هذه الإيه؟ قوي رأيه في هذا، لعله أن ينضم إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت. وقد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل كالحنابلة والشافعية والحنابل والحنفي. فإن أفطر أي العدل أو المرجو الذي رآه، وكذا كل من رآه فأفطر، فالقضاء والكفارة ولو تأول على الأرجح. تأول يعني أنا هخالف الدنيا كلها، هخالف المسلمين، أنا الوحيد اللي صايم في الدنيا، يعني هذا التأول باطل، لأنه كده هو بيكذب نفسه. لو أفطر معناه يكذب إيه؟ كذب نفسه. نعم. متعبد لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. وحكى ابن رشد وابن القطان الإجماع على ذلك. الفرع الثالث وجوب القضاء والكفارة إذا أفطر بعد رؤيته وحده للهلال. استدل القاضي عبد الوهاب لهذا بحديث الأعرابي الذي جاء وهو ينتف شعره ويلطم وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال القاضي ولم يسأله أي يوم رأى هلال الشهر وحده أو فيما بعده. يعني هو عايز يحتج على الشخص الذي رأى الهلال وحده لازم يصوم، لازم بهذه القضية التي ذكرها هنا، وهي قضية الرجل الأعرابي اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ما أهلكك؟ قال وقعت زوجتي في نهار رمضان. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. صم 60 يوم. قال لا أستطيع. قال اجلس. فجاء اعتق رقبة، ما فيش، ما هو لا ده ولا ده ولا ده. فجاء رجل من الأنصار جاب مقتل من التمر، قال له خذ هذا المقتل وأطعم به 60. قال أنا أفقر بيت في المدينة، أنا أحوج إليه من الناس الدنيا كلها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كله أنت وأهلك. هذه حالة من الحالات النادرة
سموها ايه يا مشايخ؟ اخبار الاحاد، او سموها ايه؟ وقائع، وقائع الاحاد. هذه تثبت لهذا الرجل لا تثبت لايه؟ لغيره. يعني مش كل واحد يعمل عمله وبعدين كفرتها ياكلها هو واهله. لا لا، هذه خاصه بهذا الرجل، خاصه بهذا الرجل. زي مثلا الرجل الذي كان يعني كثير الدعابه، ومع ذلك النبي كان مبسوط منه لانه يعني كويس من شرح الصدر، قم شرب الخمر. مين؟ العباس شاف. فلما شاف العباس شافه، قام دخل احد البيوت واختفى فيه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يعني هيعمل مشكله مع اصحاب البيوت. فهل هذا مثلا دليل على ان اللي يختفي من اقامه الحد يترك؟ دي اسمها سموها ايه؟ وقائع مشايخ. هذه وقائع فردي، وقائع عينيه. هذه الوقائع العينيه لا ينبغي ان تكون عامه يحكم بها لكل الناس، انما هي خاصه ببعض الافراد. ثم استدل بأدلة من النظر، منها انه يوم لزمه صومه على انه رمضان، فاذا تعمد الفطر فيه هاتك بحرمته لزمته الكفاره اليوم الثاني والثالث. ومنها ان رؤيته معنى اوجب عليه صوم اليوم على انه ان رؤيته معنى اوجب عليه صوم اليوم على انه من رمضان، فكانت الكفاره متعلقه بالفطر فيه كشهاده الشهود، وهذا فيه قياس رؤيته بشهاده الشهود. ومنها ان الكفاره من احكام الصوم وتابعه له، فوجدنا الوجوب على صفه متساويه برؤيه الهلال بنفسه وبحكم الحاكم به، فوجب ان يكون حكم الهتك متساويا، ومنها غير ذلك. طيب، شوف يا سيدي، يقول الشيخ هنا هو لا بقول منجم، لا بقول ايه؟ يعني لا يثبت الهلال بقول ايه؟ منجم، اي مؤقت يعرف سير القمر، لا في حق نفسه ولا غيره، لان الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة قوله. خلي بالك العبارة دي يا مشايخ، أناط كذا وكذا بإيه؟ برؤية الهلال لا بوجوده، لا بوجود الهلال. خلي بالك أهو، يعني افرض أن قال أنا رأيت الهلال، أنا حساباتي دلت على أن الهلال موجود، قد تكون حساباته صح برضه، لكن الشارع لم ينطها بالوجود، أنطها بإيه؟ بالرؤية. أفصوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، سواء كانت موجود أو غير موجود. أهو شوف له، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج بإيه؟ برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة قوله. ممكن يكون موجود وما نشوفوش. نعم ممكن، أي لا لا لا، ولا ولم نره، خلاص لا نحاسب على هذا. نعم. وقد علم من قولنا فإن أفطر إلى آخره أنه يجب على من انفرد برؤية رمضان الصوم وإظهاره، يظهر الصوم، يظهر إيه؟ الصوم. هل مولانا المنجم أو عالم الفلك إذا رأى شاهد برؤيتي بس بالوسائل الحديثه، اذا كان ترتبط برؤيه؟ لا 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 لا، يعني هو مش افترض وجوده، هو راه بس بالتلسكوب والمجهر. لا، ما هو رؤيه برضه، التلسكوب رؤيه، تقدير المشايخ مش بالتلسكوب، التقدير المشايخ بالحسابات. نعم، بحسابات فلكيه. ايوه، حسابات فلكيه، لكن حتى لو رايت انت عن طريق التلسكوب رؤيه، هذه تعتبر رؤيه. نعم تعتبر رؤيه. نعم نعم تعتبر. نعم نعم، مش يعني شرط الرؤيه بالعين المجرد. لا لا لا، دار الافتاء العلماء تقريبا ماشيه على كده. دار الافتاء، دار الافتاء بتستأنس بقى فقط بالحسابات، تستأنس ولا تعتمد عليها اعتماد كله. على حالهم حتى الان، يعني ما سمعتش ان هم بالتقدير، لكن اما بياخدوا برؤيه السعوديه
أو برؤية واقعية في مصر، لكن ما فيش مرة من المرات قال إحنا عم خلال التقدير من خلال تنجيمنا. طب يا حكم الحاكم إزاي والحاكم مش فقيه؟ نعم؟ يعني حكم الحاكم إزاي يرفع الخلاف والحاكم مش فقيه ولا يعرف؟ لا 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 لا، أنت فهم غلط يا شيخ. إذا رأيت كلمة حاكم في الفقه معناها القاضي. كلمة الحاكم في الفقه معناها إيه؟ معناها القاضي. آه، حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة. نعم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال: فوجب ألا يعتبر إلا بما ذكرنا. نعم. واستدل لذلك من النظر بأنهم أي المنجمين يثبتون ذلك من طريق يخالفون في صحته ولا يسلم لهم ثبوته، ولأن صاحب الشر قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة، فلم يجوز إثبات زيادة عليه. وبمثل التعليل المتقدم علّم المصنف رحمه الله بهذا بقوله: لأن الشارع أناق الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة. شوف الفرق من إيه؟ رؤية الهلال ووجود الهلال. رؤية الهلال وإيه؟ احنا مرتبطين بايه؟ وليس بالايه؟ بالوجود. نعم نعم. ما هو الرجل اللي بالحسابات بيقول انا هذه الحسابات تثبت وجوده، لكن ليس هناك من يعني رائي لهذا الهلال. لا، احنا يهمنا ان نرى الهلال. حساباتك مش هناخد بيها. ولا يجوز فطر منفرد بشوال إلا بمبيح. ولا يجوز إيه؟ فطر منفرد بشوال إلا إيه؟ طبعا يوم العيد الناس كلها مترقبة، ففي واحد قال أنا رأيت هلال شوال، هل يؤخذ بقوله؟ كيف هذا؟ يعني هو الناس مش هياخد، هل له أن يفطر؟ قال لا، ممنوع يفطر، ده أنا رأيته بعيني، أنا برضو ما تفطرش إلا إذا كنت عندك مبيح شرعي. إيه المبيح الشرعي؟ مسافر مريض، هذا أمر يبيح لك الإفطار في الصوم. إلا أن أخذ يوم ده من رمضان، اليوم ده من رمضان، لأن احتمال يكون الناس اللي قالوا إحنا رأينا الهلال في أول رمضان كذب، اثنين اللي قالوا إحنا شفناه كذب في رؤيتهما. سيدنا بتاع الكورة اللي كانوا يروح عشان الكورة ويقولوا مش هندخل درس يا مولانا، رجع مش هندخل شيخ محمد. سيدنا بتاع الكورة دمّا ويقولوا يعني احنا في سفر فناخدوها من الناحية ديت ونفطرنا. لا، هو يعني اذا كان في سفر، لكن هل السفر مبيح ولا سفر معصية؟ ما احنا عندنا السفر برضو انواع، في سفر مباح وفي سفر ايه؟ معصية. الشخص اللي رايح اوروبا عشان يعني يشوف الحاجات اللي الناس يذهبوا اليها دي، هل هذا السفر مباح؟ لا. فالسفر برضو مش حكم واحد، له انواع، له طرق وله اسباب وله انواع. شوف يا سيدي،
لا يجوز فطر إظهار فطر شخص منفرد من شوال أي برؤيته لئلا يتهم لأنه ادعى ذلك كذبا ليفطر. وأما نية الفطر فتجب عليه. شوف كده هو يمسك لازم يمسك قدام الناس. نعم هو يمسك لأنه في حقه إلا بمبيح للفطر في الظاهر كسفر وحيض. سفر للرجل وحيض للمرأة لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك. تفضل سيدي. استدلال المسألة السكون ما يلزم من انفرد برؤية هلال شوال الذي يلزمه أمران مبينان في الفرعين التاليين. الفرع الأول حرمة إظهاره لفطره إلا بمبيح وعلل المصنف رحمه الله لهذا بقوله لئلا يتهم إلى آخره. فالمسألة مصحوبة بتعديلها وأصل هذا التعديل للإمام مالك نفسه في الموطأ. نعم نعم. فقد أورد سكنه في المدونة أثرا عن يحيى بن سعيد الأنصاري فيما رأى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته. وهذا بمفهومه يدل على عدم جواز إظهار الفطر لأن فيه تفريقا بين جماعتهم. وعلل الشيخ خليل لهذا بقوله لأنه يعرض نفسه للأذى مع إمكان تحصيل غرض الشرع للفطر بالنية. وقد استثنى المصنف من حرمة إظهار الفطر من كان له عذر يبيح له الفطر فيجوز في حقه إظهار فطره. وعلل هذا بقوله لأن له أن يعتذر لأنه إنما أفطر لذلك. الفرع الثاني وجوب نية الفطر عليه. استدل أهل المذهب لهذا بأن أول شوال يوم عيد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد والصوم من أعمال القلوب فلا يجوز له أن يعتقد الصوم وهو يعلم أنه عليه حرام. وأيضا فإنه متعبد بيقينه ويقينه هو ثبوت هلال شوال. فكما أنه تعبد بيقينه بوجوب الصوم عليه إذا رأى هلال رمضان وحده فكذلك هنا يجب عليه نية الفطر تعبدا بهذا اليقين ولكن يحظى عليه إظهار فطره والله أعلم. مسكين ده عنده يقينين أهو. عنده يقينين يقين أنه رأى الهلال ما دام رأى الهلال يجب عليه إيه؟ نية الفطر. ويجب عليه كتمان هذا أمام الناس ويمسك عن الله. أي نعم. من الناس اللي قريب الشيخ خليل لأنه يعرض نفسه للأذى. يعني الناس هيتهموه. لا الناس يتهموه بأن ده حيلة بيعملها عشان يعني يفطر. يبقى غير عدل وشهادته مجروحة. نعم نعم سمعته سيئة نعم. يفطر ولا حيصوم هو مفطر قلبا وصائم مظهرا. لا 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 هو برضه حتى لو كان قدام أولاده في البيت امراته هتغلط قدام الستات وتقول الله ذنبها مالك او العيال بتوعه يقول الله يعني وتنتشر المساله اللي زي دي بسرعه. يعملوا اول يوم العيد يا مولانا ويخرجوا بره بقى. يعملوا اول يوم العيد. لا اللي بيعملها يوم العيد جماعه بتوع بتاع حضرموت امرهم عجيب. حضرموت يا سيدي ليله العيد يا أولاد بكرة العيد ليس لنا إلا صلاة العيد فقط ليس لنا شيء من مظهر العيد إطلاقا. وبناء عليه الليلة الجاية على طول برضو التسحير والأذان بتاع السحور ويستمروا ستة أيام صائمين. يوم السابع هو ده يوم العيد يوم العيد. تجهز الحاجات الحلوه والحاجات الكساوي مش عارف ايه وايه وايه. هذا يدل على قول الامام مالك. نعم نعم هيحسب. انا قلت لهم والله اذا الامام مالك كان بعيد النظر
لأنه منع صيام ست أيام مباشرة بعد الإيه بعد العيد، لأن الناس حيعتبروها جزء منين؟ جزء من كم من رمضان؟ ثم أنه مولانا هو مش الصيام حاجة ويخلص منه، فخليه الصيام متجدد كده ويبعد شوال كله بدل ما يبقى يعني. هم ناس طيبين يا شيخ، والله هم ناس طيبين والله جدا. أنا أخذت معهم سنتين وشوية، قلت أنا لو كمان قعدت لي سنتين ثلاث تاني كنت رجعت ولي منك. شوف يا شيخ مولانا، حضرتك يعلم الله أنا مكست سنتين وعدة أشهر هناك دراسة، سنتين دراسيتين يعني، لم أرى وجه امرأة في مدينة تريم كلها. شوف كده حضرتك لما تعيش أنت سنة كاملة أو سنتين وشوية لم ترى وجه امرأة من نساء البيوت. ها؟ فين ده حبيبي؟ فين الآن؟ فين الآن؟ لا يعني كان الجماعة السعوديين عندهم شدة في هذا الموضوع، مسكوا النساء ست في الحرم، في الحرم هم يطوفوا، غطوا وشك غطوا وشك الستات وتشتم فيهم. أيوة، لكن هناك تلقائيا تلقائيا. سبحان الله العظيم. سبحان الله يا أخي، سبحان. في حاجة تانية، شوف احنا عندنا ظروف طبعا تعبانة معروفة، الستات والرجال اللي قاعدين على الطرق اللي معاه منديل يقدمه، واللي معاه مش عارف ايه، واللي 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 لا تنتهي المظاهر. هناك لا تجد رجلا او امرأة يمد يده اطلاقا، بالرغم من شدة الفقر، بالرغم من شدة الفقر. الفقر بادي على القلوب وبادي على النفوس وبادي على الكساوي. طيب احنا الانسان بيعز عليكم يرى الناس فقراء، فعاوز انا اعطش لازم امشي بجواره واحطها له في جيبه او في ايده من غير ما حد يشوفني ولا حد يشوف. عاوز تعطي شيء اعطيه في جيبه او في ايده من غير ما حد يشوف. فين ده موجود؟ موجود فين؟ ما انا يعني نقول يا ريت كنت قعدت لي كم سنه هناك ثاني. لا يا حبيبي، الناس دول ناس طيبين خالص يعني. طيب ما خلاص احنا هنوقف ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويكرمكم ان شاء الله. معلش سامحونا في الاسبوع القادم وان شاء الله باذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.